تعد مشكلة اصفرار الأسنان من المشاكل التي تسبب إحراجا للكثيرين، فجمال الوجه من جمال الأسنان، وأهم أسباب اصفرار الأسنان هو عدم الاهتمام والعناية الكافية بنظافتها والإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات كالشاي والقهوة وغيرها الكثير، ولأن عمليات تبييض الأسنان تكلف الكثير من المال والتي لا يقدر عليه الكثيرون. لذا نقدم لكم في هذا الفيديو 8 طرق مبتكرة لتبييض الأسنان طبيعيا خلال دقائق في المنزل. واحد، العسل الأبيض. لا شك أن فوائد العسل الأبيض لا حصر لها، ولكن له فائدة أيضا في تبييض الأسنان، حيث يتم خلط العسل مع معجون الأسنان ثم تغسل الأسنان به 3 مرات في اليوم. 2، زيت الزيتون. بجانب كل الفوائد العظيمة لزيت الزيتون، فإن له أيضا فائدة في تبييض الأسنان، وذلك بوضعه على فرشاة الأسنان والقيام بعملية التنظيف، حيث أن زيت الزيتون له فائدة عظيمة في تنظيف الأسنان وتقوية اللثة. 3، خل التفاح. لخل التفاح فوائد كثيرة، ومن أهمها العناية بالشعر والبشرة وأيضا تبييض الأسنان، حيث يتم فرك الأسنان جيدا بهذا الخليط للتخلص من الجير وتبييض الأسنان، ويتم استعمال هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع. 4، السواك. من المعروف عن السواك أنه من المواد الطبيعية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تستخدم في تنظيف الأسنان، فهي تساعد على التخلص من الجراثيم الموجودة بالفم، كما أنها تمنح للفم رائحة طيبة وعطرة، ويقوم بتفتيح لون الأسنان ويمنع تكون الرسوبة الجيرية عليها مرة أخرى. 5، الملح الأبيض مع صودا الخبز. يمكن القيام بخلط القليل من الملح الأبيض مع صودا الخبز ثم فرك الأسنان بهم، وتستعمل هذه الطريقة يوما بعد يوم، حيث أن الملح يعمل على إزالة الطبقة الجيرية من الأسنان وتقوم صودا الخبز بتبييضها. 6، ورق الغارين مع قشور البرتقال المجفف. هذه الطريقة ليست شائعة في تنظيف الأسنان، ولكن لها فوائد مذهلة في تبييض الأسنان وإزالة رائحة الفم الكريهة، حيث يتم طحن قشور البرتقال المجفف مع أوراق نبات الغار، ثم تفرك الأسنان بهم جيدا. 7، الفحم. من أغرب الطرق لتبييض الأسنان، فالفحم يستخدم أيضا لهذا الغرض، حيث يتم فرم قطعة صغيرة من الفحم حتى تصبح مسحوقا ناعم، ويتم خلطه مع معجون الأسنان، ثم يتم فرك الأسنان بهذا الخليط يوميا. 8، عصير الليمون. يعتبر عصير الليمون من أفضل الطرق لتبييض الأسنان، فهو يعمل على تفتيح لون الأسنان الصفراء ويعطيها لونا ناصع البياض واللمعا، ولكن لا ينصح باستخدام هذه الطريقة لمن لديهم حساسية في الأسنان، لأنهم لن يستطيعوا تحمل وجود عصير الليمون على أسنانهم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار. يمكنك أيضا مشاهدة